كذلك في الصوم، الصوم ما يم لا لا يشترط إيش التلفظ بالنية، يكفي أنك تنوي صيام شهر رمضان. أفضل شيء ما هو أن ينوي الإنسان المؤمن صيام الشهر كله من أول ليلة، بحيث أنه ما يحتاج أن كل يوم ينوي، نوى هو الآن ناوي لشهر رمضان. عندنا بعض المسائل في موضوع النية، يقول لو أن شخص ما نوى من الليل، ويجوز من الليل تنوي، تقصد ما نوى، هو ما نوى وما حط بباله أن بكرة يوم بيصوم من شهر رمضان، يقول هنا صورتان، لو أن نام والله تسحر ونام وما حط بباله ما نوى الصيام، ما جلس، ما جلس إلا متى؟ إلا قبل صلاة الظهر. نقول إذا قبل صلاة الظهر زين ينوي ويكمل صومه وليس عليه شيء. أما إذا كان لا والله نومه ثقيل جدا وذاك اليوم تعبان وأخذت نومه وما جلس إلا بعد صلاة الظهر، يقولون يجب عليه الإمساك ويجب عليه قضاء ذلك اليوم، يعني يمسك ما يأكل وهم أيضا إيش يقضي هذا اليوم، يصير عنده إيش قضاء. المريض اللهم اشفي كل مريض، والله هو مصاب في أول يوم، ثاني يوم مريض، ثالث يوم مريض، جاء يوم الرابع مثلا تماثل للشفاء، شوفي خلاص ولم يأتي بأي مفطر، قل إذا كان شفاؤه قبل الزوال أكمل صومه وليس عليه صومه صحيح، لكن والله ما شوفي إلا بعد بعد الزوال، هنا يقولون يقضي يمسك ويقضي ذلك اليوم. كذلك بالنسبة للمسافر، سافر في وسط الشهر سافر، وإذا بيرجع يوم من أيام رمضان بيرجع إلى البلد، طلع ولا طيارته مثلا بعد صلاة الفجر، يقول إذا وصل البلد قبل الزوال يكمل صومه بشرط أن لا يأتي بشيء من المفطرات، وإذا جاء بعد الزوال لا هنا عليه أن يقضي. يقول بعضهم يسأل يقول أنا أروح الدمام مثلا عندي شغلة، يقول أروح ولكن شرط ما يجي قبل الزوال، أنت إلا أنت وين في الأحساء، لكن إذا جيت بعد الزوال لا هنا صومك بطل ويجب عليك قضاؤك. آخر أمر أشير إليه في موضوع النية، وإن شاء الله بعيد عنكم هذا الأمر، ولكن إنما هو للفائدة وللبيان. يقولون لو أن شخص من الأشخاص في نهار شهر رمضان تعب من الصوم حالة حالة ونوى أن يفطر، قال أنا سأفطر راح أفطر، قصد قال أنا بفطر تعبت جهز الماء وجهز الأكل بعدين قال لا أستغفر الله خل أصوم خل أكمل صومي، تاب وندم. يقولون هذا التوبة والندم ما تفيده، يمسك وإيش يسوي ويقضي، لأنه نوى عزما أن إيش أنه يفطر. يقول هذا في الصوم الواجب، مسألة في الصوم الواجب. في الصوم المستحب يقولون لو أنه عزم على الإفطار لكن ما أفطر، يقول يجوز له أن يكمل صومه وصومه صحيح ويحصل أجره أجر وثواب. هذا في الصوم إيش مستحب المندوب، أما في الصوم الواجب لا، عليه القضاء والاستغفار أيضا. سأل الله أن يكون فيه صومنا فيه صوم الصائمين وقيام القائمين، وأن ينبهنا في هذا الشهر من نومة الغافلين، بحق الصلاة على محمد وآله الطاهرين.